رئيس الوزراء كحجين كدل كايا وح وكقب قال كلن لوجه لي وربحنت عصبة دقالها دل كصوماليا أو بنجي أدون كوسو قبل قابي وربحنت وح النوجد ياري وريها نع عبد عزيز عبد الله الريالي كلن كان أيه وح لوجه لي أرمها عصبون سينتا وربحنت دقالها صوماليا وحان جوب جو كمسؤولين كم دعين رئيس الوزراء كحجين كحكومة ده حمنا كم دقرا وسيرة وار بنجي دقالها نص صوماليا دياسبرو يقيمك أو أجانبه ودمانتو بأرمها دقالها كهالي وحان لوجو صو هذا القاضي هرك دقالها صومالي ومريو لبعتوا هو بنو حلو شيء دولدو أربعين أبيج أساسي جها اللوجو تلاقى لدتكون كهلان يجن عصتوا له شيء قدودا إن بحين عن شرطة دولدو أي كل هذا تاسيوه إن دقالها صومالي وكروي إنك صلا شيء إن كبع عن بنين وصمين دقالها صومالية رئيس الوزراء كحيانك حكومة صومالي ما هذا قدر أي أربعين طلع سوى كور بحي أرمها لحري دقالها صومالية يكون كي ما أنت وحيابي وكساب سنة وحمانتا فرحادي اينا ان كاقايب قلو ان حفلد فرونا مناسبة دانو لغو صوبان ديگاي واربحين تا حالات دقالها صوماليا او سود ديراي ريي بنگيگا دونكا او حيو بدن ان نغالا شاقايا كاقايب قلين وساردها هلبولها او اول اح دقالها دلكينا سيد وسارد ماليادا وسارد كناحسيقا وسارد بوساهي اسكارسينتا قبل كبنادر بنك قدحة شركتها جناسية جار كلولي يهي كام عضها هيذاها محل جاي يكون عالمي جا مدوقة يورو دمان تدا كسوة طقيب قلنا وحل جا هلا يي فرصة الدقالة يا سوماليا هاي سطه ويدو حوق اللي وسارة هي مهمة والدخل أما عشور أورورنتو أي أولا هاي دل دقالي هيسا يسيد الله فنبر أي وقت هاي يعني وحلقها هذي إن دولة دونا هذا أي كشقيين يسوا أكتهين هالبولة وآه يعني مدحونها سياسة ديسة هالبولة وآه سياسة الحكومة دا أي كل رقم يسوي فلون يسوا إن دخلها لكرديو يدو عن عشورتها لكردينا هين إن لأوروري عشورتها سيل لحسن وبحذي عن لأورورين إن لقى شقيه إن لقنا هرتقى وحيابها دي رجلين هي إن عشورتها للبحصده إن وحيابة بدن بالقى هذلي وحكلوا كم إذا هاي إن لعقتها عينو استعمالنا شيلين سومالي جاه يدقله إنه سيدو دولاري سلو يه يعني هي لعقتها دولار كينو استعمال إنه قد سين يه سيدو كان عبد الغفار وكالي أفكا وول بنجيكا أيا كهذلي كون كمان تمهمة دولها استيتس كعصبة اسكرا عن سيدي أي دولة دحى أي أول شيء قرينا هي عشر قاعدة دولة دحى ما هي عشر قاعدة كتاع جوارا دي مسك سوق قاعدة كتاع إن وحياة بعض صدق الله جاهد له وح ومهمة دكيني سو أنت دو مدة كلا وح ويكاب تبرتي شقاله إن لكوبيو سيستمسك إن للسمايو إن دكدة dekedaha kala bal isku keeno oo isku laga dhigo wax isku habaysan oo israacsan waxyaabo badan baan soo faray soo bandhignay laakiin intaas aad dib u dhahan idin maray xubnihii kulankaani ka hadlay ku jireen agaasmiyaal wasaaradda maaliyadda iyo xubno kale ayaa intooda badan waxay sheegayeen in dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan gudaha uu kobac sameeyay inkastoo aysan jirin dukumeent cad oo ay xiganayeen Cabdi Cais Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cais Soomaali Kewal Muqdisho